اليوم كنكتب نقابي ونطمنا واحد الوقفة احتجاجية حيت ما لقيناش واحد الحوار ولا واحد الاستجابة للمطالب ديالنا من طرف الإدارة المركز الاستشفائي الجامعي. احنا عندنا واحد ثلاثة النقاط مهمة في البيان ديالنا، هو التعويضات ديال الحراسة والإلزامية اللي شحال هذا ما توصلوش بهم العاملين بمركز الاستشفائي الجامعي. الناس خدمات حراسة وخدمات إلزامية خصهم ياخذوا المستحقات ديالهم. ثانيا كان عندنا واحد المشكل اللي كيعانيو منه الاطر مركز الاستشفاء الجامعي هو لاميتويال ديالهم، فيها مشكل. هو كاين الاقتطاع ديال لاميتويال اون فام ولكن ما كاينش التعويض، ما كنلقاوش تعويض. بدنا نعرفوا علاش محلت كاين الاقتطاع كاين خص يكون تعويض، ما عرفناش واش مشكل من الاداره ديالنا، المشكل ديالنا من ولا المشكل من اداره ديال اون فام. وهذا الشيء راه الصحه ديال العاملين بمركز الاستشفاء الجامعي اللي خص يكون فيها حل جذري. ثالثا هو كاين واحد المشروع ديال منظومه صحيه جديده، بينا نعرفوا اشنو هو المصير ديالنا حنا كعاملين بمركز الاستشفاء الجامعي، اشنو هو المصير ديالنا داخل هذه المنظومه الصحيه الجديده. وبينا نعرفوا حنا كعاملين بمركز الاستشفاء الجامعي كان عندنا مشاكل ديال التقاعد اللي كان عندنا ليركار هو الصندوق الجامعي لمنح رواتب التقاعد، كان عندنا واحد التقاعد اللي هزيل. دونك واش غيتم غيتحل لنا المشكل في المنظومه الصحيه الجديده، ولا غادي نشوفوا انه راه الوضعيه ديالنا غاديه في الهلاك. هادشي اللي بينا نعرفوا حنا. راه المدراء ديال المراكز الاستشفائيه الجامعيه بطبيعه الحال غتكون عندهم واحد الفكره على هذه المنظومه الجامعيه، حبذا لو شاركوها مع المكاتب النقابيه ومع العاملين بالمركز الاستشفائيه الجامعيه باش نعرفوا شنو هو المصير ديالنا داخل هذه المنظومه الصحيه الجديده. بالنسبه للوقفه ديال اليوم اللي حضرتوا ليها والمسيره، جات في السياق ديال المسلسل النضالي اللي دعا ليه المجلس الوطني للنقابه الوطنيه للصحه العموميه، واللي دعاه بشكل عام على المستوى الوطني اعاده الهيكله ديال المكاتب الى غير ذلك على المستوى الشق التنظيمي. وعلى المستوى الشق النضالي هو انه احياء مجموعه من النقاط النقاش اللي كانت عندنا مشكل. من بين هذه النقاط هذه هو النقطه السوداء ديال المستعجلات هنايا بمستشفى بالمركز الشفاء الجامعي محمد السادس بمراكش، واننا حنايا كموظفين راه نبهنا ودقينا ناقص الخطر سنوات هذه ومازال كندقوا ناقص الخطر، انه لا يعقل انه غادي يجي مواطن ويبقى ناعس في هذه الحاله هذه وفي هذه الظروف. وحنايا كنواكبوا مجموعه من الصور مجموعه من الفيديوهات اللي تناقلهم وسائل الاعلام المواطنين اللي ما لقاوش فين يتعالجوا الا غير ذلك. حنايا كموظفين كذلك كنقولوا انه ما راضيينش على هذه الوضعيه هذه، وجينا الوقفه هذه ديالنا اليوم جات في هذا السياق هذا، هو اننا نعبروا على الرفض ديالنا على الواقع ديال هذه المستعجلات هذه والواقع ديال العرض الصحي بجهه مراكش اسفيه بشكل عام، واقع اللي ما كيبشرش وما كيخليناش حنايا كمواطنين اننا كموظفين اننا نخدموا باريحيه ونقدموا للمواطن المراكشي خدمه صحيه اللي في المستوى. كذلك بالنسبه للنقطه الثانيه اللي جات في المسيره ديالنا اليوم والوقفه، واللي هي التمديد بعد الخريطه الصحيه الجديده المسوده ديالها اللي ما عرفناش حنايا كشركاء اجتماعيين شنو هي الخطوط اللي جايه بها. يشاع انه كاينه خطوط عريضه وفقط، ولكن الخبايا ديالها مازال ما عرفناش حنايا شنو كاين، ومتخوفين انه تكون شي مستجدات اللي ما تخدمش وفق الاصداء اللي كتوصلنا انه كاينين شي نقاط اللي خصها تطرح النقاش. وبالاساس انه من اجل انجاح هذه السياسه الصحيه الجديده اللي خص المواطنين يعرفوه هو انه اللي كنقولوا سياسه صحيه جديده هو انه اعاده هيكله القطاع الصحي بالمغرب. غيتبدل كل شيء، غيتبدل على مستوى التسيير، على مستوى تقديم العرض الصحي، على مستوى علاقات القطاع العام بالقطاع الخاص في تدبير الشان الصحي، على مستوى الرماد، على مستوى نظام الاداء، نظام الاجور، مجموعه من الامور غادي تتغير. اذا اليوم احنا جينا مسبقا ومن بعيد كنبهوا الوزاره وكنقولوا لهم انهم اذا كانت شي حاجه اللي تطرح النقاش فمرحبا حنايا كشركاء اجتماعيين بالضروره انها خصها تطرح النقاش، وانه اي حاجه اللي غتكون في الصالح ديال المواطن المغربي بشكل عام فحنايا راه غادي نباركوها وغادي نكونوا من الاولين الداعمين ليها. وشكرا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.